بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضرتك. بتكلم النهاردة بإذن الله تعالى عن حالات تعطيش النبات. إيه الحالات اللي لابد بنستدعي فيها إن النبات لازم يعطش؟ في كم حالة بيستدعي فيها إن إحنا لازم نعطش النبات. أول الحالات دي هي والنبات صغير بعد ما بتشتيله أو بعد ما بتزرعه، وبيتم خروج اوراق حقيقيه او انت شتلت النبات ونجحت عمليه الشتل معاك، المفروض بتبدا تعطش او تعمل برنامج لتعطيش النبات. دي الحاله الاولى. يعني انا لما بعطش النبات وهو صغير بعمل للجدر عمليه تنبيه، بقول له حاول تبحث عن عناصر غذائيه وعن الرطوبه. لما يبحث الجدر بيحصل له استطاله، لما بيحصل الجدر استطاله بيبقى عندي مجموع جذري قوي. طالما بقى عندي مجموع جذري قوي يبقى اصبح عندي ايه؟ عندي قوه امتصاصيه او كميه امتصاص العناصر، والميه من التربه هتكون كتيره، هتخلي لي بالتالي هينعكس على النمو الخضري والنمو السمري. اذا دي المرحله الاولى، تمام. المرحلة الثانية ان انا يكون عندي النبات اصبح فيه نمو خضري شديد، زي نبات البطيخ مثلا. لو ابتدى يكون عندي نبات البطيخ ابتدى او نبات اللوبيا، والظاهرة بتحصل في اللوبيا على طول، اهلنا الطيبين زمان لما يلاقوا النمو الخضري عالي جدا يبدأ يعطش النبات. بعطش النبات ليه؟ بيدفع النبات ناحية التزهير. ايه اللي حصل في القصة دي؟ كل اللي حصل فيها ان انت لما بيكون عندك مجموع جذري قوي، يعني معنى لما يكون عندك مجموع خضري قوي، المسؤول عن المجموع الخضري ده ايه؟ هو عنصر النيتروجين. معنى كده ان في زيادة في النبات داخل النبات في عنصر النيتروجين. طب انا عايز اقلل النيتروجين وادفع بحيث ان انا عندي حاجتين، الكربوهيدرات اللي هي السكريات والنيتروجين. لو زادت السكريات عن النيتروجين هيبقى في تزهير كويس والدنيا ماشيه معاك كويسه. طب لو العكس، النيتروجين زايد، لا هيبقى المجموع الخضري غالب على النمو الزهري او كميه الازهار، فببص الاقيه يوقف للازوت. لما بعطش بقلل النبات ان هو يمتص عمليه يمتص عنصر الازوت. في ناس بتقول لك نعزق عزقه جايره شويه بحيث ان انا اقطع بعض جذور النبات السطحيه تقلل لي من امتصاص الازوت، وبالتالي هيقل الازوت داخل النبات او يقل امتصاصه من التربه، وهيشجع الكربوهيدرات او السكريات ان هي تعلى داخل النبات. طالما عالت السكريات داخل النبات يبقى اعرف تماما التزهير هيكون عندك ممتاز جدا. وديت الحالة ديت لابد تكون حاططها في دماغك من الاول خالص، من اول ما بتزرع النبات خالص، مش تقعد تدي مية مع تظليل مع النهار الطويل حرارة عالية، هتبص تلاقي النبات ابتدى يسرول منك ومفيش تزهير والدنيا ابتدت تخرج من ايديك وانت اصبحت خارج السيطرة على النبات، تمام؟ فاصبح بلا قيمة. الحالة اللي ممكن بعد كده نعطش فيها النبات لو انت عندك الجذور ديت فيها اعفان جذور. اعفان جذور هتعمل لي ايه؟ هتعمل لك مشكله ان الفطر شغال، والفطر دايما ما بيشتغلش الا في الرطوبه العاليه. طالما بيشتغلش في الرطوبه العاليه اذا فيستدعي وجود الميه تحت الجدر، بتستدعي الفطريات، بتقول لها تعالي نتشرف بحضرتك. طب انت سيادتك لو لقيت القصه ديت المفروض ايه؟ المفروض بعطش النبات. المفروض بعطش النبات. بتعطش النبات، بتعطشه ليه؟ عشان تحاول تجعل حالة من حالات الجفاف تحت الجذور، وبالتالي الفطر بتحد من نشاط الفطريات اللي هي على الجذور دهيت. لو عطشت النبات وهو فيه الإصابة وابتديت بعد كده سيادتك تحط اي مبيض فطري، هتلاقي استجابة كويسة. اما تحط مبيض فطري وشغال مية، الدنيا مش هتكون مظبوطة معاك. طب امتى بقى عطش؟ اتعطش ما تجيليش الصبح وتقول لي النهاردة 15 او 16 ساعة تقول لي ودرجة الحرارة عالية حتى داخل البيوت المكيفة، ما تقوليش اعطش. لا، تعطش ديت ايه؟ انت لو عندك شيفتين ري هتروي بتاعت الصبح عادي، بتاعت الظهر هي او بتاعت بعد العصر ديت هي اللي تحاول تخف منها. اما ديت لازم تديها عشان تعدي فترة الظهيرة بسلام وما يحصلش مشكلة، لازم تكون ناصح في القصة دهيت، تمام. بعد كده لو انت عندك شيفتين الصبح واخر النهار، روي الصبح وبتاعت اخر النهار هي اللي تعطش. ليه؟ عشان داخل عليك ليل ومفيش اجهاد حراري ولا اجهاد ضوئي على النبات، فبكده اقدر الصبح الاقي المنطقه دهيت ما فيهاش ميه والامور عندي كويسه جدا جدا جدا. خد بالك من الميه، الميه دي قاب قوسين او ادنى، اما ان هي تكون في صالح النبات او تكون في غير صالح النبات. التعطيش ليه قوانين وله ظروف وله إحساس ما بينك وبين النبات. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.